يلا انت قد هذا التحدي ما راح تشتري شيء. ها يلا هاي راح نبدا باول شيء. هاي الكاندي يلا بس راح تتفرجي. ممنوع تشتري فاطمه. يلا يا فطومه لا تقصد ليكي يا فطومه ليكي انواع الكاندي. انا راح شكهيكي مشان تخسري هذا التحدي. ليك الشوكولا ليك تعال شوفي انواع الشوكولا فطومه. شوف راح تقدري تتحملي. ليكي واو هي باربي هي الالعاب هي انواع الشوكولاتات. شو يا فطومه صحتي. يلا راح نشوف. شايفه لا خليكي قوية. يلا ليكي واو شايفة يا فطومة يلا ماما شايفة شايفة يا فطومة. شو ما عم تحسني لك انت متعلمة تشتري وتلعبي هيك عم تشوفي قدامك عم تنقهري. لك ماما هذا تحدي. يلا لك شبك ليش معصبة هيك للعالم عم يشتروا. يا ماما خليكي صبوره وخليكي هيك تتحملي شوي معلش. هيك ايس كريم خلص ماما خلص. لا تبكي لك يا جماعه فطومه ما قدرت تتحمل وصارت تبكي. شايفين يا جماعه فطومه مو صبوره خالص. خسرت هذا التحدي وانا طالعتها وراح اشتري لها ايس كريم. من الايس كريم تاع الموظفه عم تعبي لها الايس كريم. هيك يا فطومة ها هاي اشتريت هون ايس كريم وفرحت وخسرت التحدي. جميل. ياخ لك مو كان لازم تربحي التحدي وتاخدي 500 دولار؟ مو كان احسن لك هذا الايس كريم حقه 20 ليرة. بس انا ما بقدر اتحمل. طيب شو بدي اسوي لك اذا ما بقدر اتحمل؟ يا الله عقل الولد خلص هيك عقله سبحان الله ما بتستوعب.